وبشكره ان هو رشح نادي اتحاد السنغالين ان يكون في موجود في الرئيس العملي البروفيسور المغربي. طبعا البروفيسور ادريس العملي هو العماني، هو يعتبر ممثل الولايات المتحده الامريكيه بالمغرب ورئيس الاتحاد الدولي لدوله فنون الدفاع عن النفس. تحيه كبيره. طبعا ورئيس اللجنة العليا للتاج انجلسو على مستوى العالم. فطبعا شرفنا كلنا ان طبعا الدكتور ادريس ادانا من وقته، ادانا من وقته جزء بسيط ان يكون موجود دائما في السنغالين. هو طبعا جاي علشان يخلص اموره في القاهره، فاهمني ازاي؟ فمعنى ان جه السنغالين هنا شرف كبير جدا لينا. فطبعا بنحييه من كل قلبنا. استنى حبيبي طبعا موجود معانا النهارده الاستاذ ياسين السحراوي نائب رئيس مجلس اداره النادي. حاجه كبيره. طبعا موجود الاستاذ علاء امين. ونورتنا انت والكابتن ايمن، انت بلدك الثانيه مصر طبعا. وبوجه التحيه للكابتن محمود طبعا اللي عمل الطفره دي واللي عمل الشكل الجميل ده. وبقول له يا كابتن محمود ربنا يعينك ودايما للامام. وبوجه التحيه لاولياء الامور طبعا، لهم كل التحيه مننا جميعا من مجلس الاداره وكل الاطفال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ممكن نقعد عشان الكل يسمع؟ ممكن نقعد عليكم؟ أنا ربما اختلفت مع أحمد الله في المغرب كثير من أولياء السنغال، كثير من المال، سأتحدث باللغة العربية. هذا شرف كبير لي، الشرف العظيم أن ألتقي بفلذات الاحباب ديالنا والاجيال اللي تكون هما شادين في البلاصه اللي هون. وبالتالي اليوم غادي ندير لكم، جيت من اقصى جنوب المملكه المغربيه على الحدود مع موريتانيا اقليم وادي الذهب، حاضره جهه الداخله وادي الذهب. في هذا الاطار كنشكر رئيس الاتحادات العليا لرياضه التايكوندو جوتسو والبروفيسور الاستاذ ديالنا والإخوة اللي كرمونا وكبروا بينا اللي هم كنشكرهم، والآباء والأمهات وأولياء الأمر والناس ديال الكاراتيه والناس ديال الكيك بوكسين. دابا ملي شفت الناس الكاراتيه والكيك بوكسين ما عرفتش شنو باش غنخدم، غنعطي الحق هذا شوية، نعطي الحق هذا شوية شوية شوية، ها باللهجة المغربية كلا نعطي شي شوية شي شوية قليل قليل باش نكتم له الصورة. اتفقنا؟ اللي عنده شي سؤال ولا اللي بغى يتسول انا هنا ان شاء الله نحاول نعطيكم شي حاجه جديده ربما تكون جديده الله اعلم، واللي عنده قيمه نستافد انا منه. اتفقنا شباب؟ طبعا البروفيسور ادريس خبير عالمي في الكاراتيه، يعني قبل ما يكون خبير دولي في الكيك بوكسنج او التاي جيتسو وماسك رئيس الدوله على مستوى العالم العالم كله بالكامل، هو يعتبر خبير دولي في رياضه الكاراتيه. فعشان كده هو ملم بجميع انواع الكاراتيه، يعني في حاجات كتير جدا انا اول مره اعرفها منه بصراحه. اللي يبغى يسول انا راه هنا الاشاره. لا من ناحيه الكاراتيه ولا من ناحيه الكيك بوكسينغ. انا اليوم غنجيب لكم واحد شويه ديال السور ديفونس ونجيب لكم واحد شويه ديال الكاراتيه. العنصر وانتم تبحثوا فيها. اوكي؟ صح؟ اوس؟ اوس. علي دوبو. زيكزاك كاتا؟ زيكزاك؟ لي كغون اوهو؟ اون اريير؟ لا الكبار الكبار؟ كل الكبار في العمر واحد. كل الكبار في العمر واحد. كل الطوال واحد. كل الكبار ورا والصغير قدام. زيكزاك وصلوا نفسكم يا جماعه، حبه على الشمال وحبه على اليمين. هنا هنا عايز صف هنا وصف هنا زي ما الكابتن بيوقف. عندني اي
عمر ايه Hey, Daddy! Puss! Den machst du noch jetzt!